جهه الثمانيه الكبار، كره ملعوبه، محاوله موجوده ولكن بتعدي من امام محمد السهلاوي، كره توصل الى محمد شريفي حارس مرمى فريق الفتح. اللعب محاوله موجوده على طول، حمدان الحمدان بيلم كره ناحيه اليمين، توصل قريبه الى الفين، تنقطع من امامه، رجب يلم مرتده، محاوله موجوده، تاخر تاخر تاخر، عمل مرر ولكن كره تروح من امام السهلاوي في كره خطره. هذا التحضير البطيء، هذا التحضير البطيء والتسليم والاستلام. رجب يلم يلعب الى عبد الغني، عبد الغني الى بوقاش صاحب الاصابه الوحيده في هذا اللقاء، بعد بوقاش عدى لعب العرضيه ولكن شريفي على طول بيشتت كره ترجع مرتده.